شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في الحوار رفيع المستوى بشأن التمويل من أجل التنمية والذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. يهدف الحوار إلى البحث في أفضل السبل المساعدة في توفير الموارد وتعزيز الشراكات اللازمة لتسريع وتيرة التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال والعمل على دفعها ودعمها. وقد أشاد معالي وزير الخارجية بجهود الأمم المتحدة في دعم جهود تحقيق التنمية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه مختلف دول العالم وتفرض ضرورة تكاتف كافة الجهود وتضافرها من أجل تجاوز تلك التحديات والوصول لمستقبل أفضل لجميع الدول ويلبي طموحات شعوبها في الرخاء والازدهار، مشددا معاليه على التزام مملكة البحرين بنهجها الراسخ في التعاون مع الأمم المتحدة للمضي بمسيرة التقدم في جميع المجالات.